اهلا بحضراتكم متابعي قناه الحديث وحكايات المحروسه. طقس السبوع عند المصري القديم ما زلنا نتوارثه حتى هذه الايام. السبوع كان طقس مهم جدا، كان بيبتدي اليوم السابع بعد اليوم السابع. الرقم 7 كان مقدس عند المصريين القدماء، وده اللي كانوا بيعتقدوا ان حواس الطفل بتبتدي تنمو في اليوم السابع. كان بيبتدي بدق الهون، وده حاسة السمع عند الطفل انها تشتغل. كان بيتم ذكر بعض الأدعية الخاصة بالإله أوزوريس وطاعته، وكانت أدعية دينية. بعد كده كان بيتم خرم ودن الطفل وتعليق حلقة ذهب، عشان كده بنقول حلقة ذهب في ودناتك. بعد كده الأم كانت بتخطي 7 مرات على الطفل مصاحبة بالبخور. كان في 7 حبات، ودي حبات اللي كانوا بيسموها حبات البركة والنماء، دي كانت بتتعمل حجاب وبتتعلق على في رقبة الطفل لفترة طويلة. كان في طقس مهم ما زال بعض أهل القرى بينفذوه، وهو إلقاء المشيمة الخاصة بالطينين علشان الطفل يطلع مرزق. ما زلنا بعض القرى في الصعيد وفي وجه بحري بتتمسك بهذا الطقس. تفاصيل كتير عن عاداتنا وتقاليدنا اللي لسه متمسكين بيها من أكتر من 5000 سنة انتظرونا الخميس القادم في حكايات المحروسة.